السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده ومزرعه تكتيكك. وعندنا النهارده حاجه مهمه جدا لازم نستخدمها في دوره التسمين بتاعتنا. ولكن قبل ما نبدا الحلقه كالعاده ما تنسوش تنزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش يا جماعه تشيروا الحلقه دي لانها حلقه مهمه جدا، حطوا لايكات كتير للفيديو علشان يترفع واكبر عدد من الناس يستفيدوا من الحاجه اللي احنا هنحطها النهارده، لان تحديدا في الايام اللي احنا فيها دي لازم نستخدمها. طيب هنتكلم على ايه يا سمر؟ هنتكلم على حاجه مهمه جدا يا جماعه، ولكن قبل ما نتكلم عليها تعالوا بس اقول لكم كده لاخواتنا اللي مش متابعين معانا الدوره دي. النهارده اليوم الكامل في عمر دوره التسمين، عندنا هنا كتكوت ابيض تسمين وعندنا كمان السمان اللي هو الاسمر البلدي زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا هنا كنت معطشه الكتاكيت بتاعتنا علشان احط ليها مضاد السموم النهارده، ومضاد السموم يا جماعه من اهم الحاجات او من اهم الادويه اللي لازم تستخدموها على مدار الدوره. طيب تعالوا كده بس اوريكم الكتكوت النهارده في اليوم الكامل اهو. اخواتنا اللي بيسالونا على نوع الكتكوت ده يا جماعه، الكتكوت ده رص. اخواتنا اللي بيقولوا الرص مش بيجيب وزن، انتوا غلطانين. كتكوت الرص بالذات بيجيب اعلى وزن، ولكن بيبقى معدل تحويله يعني بتاخر شويه. ولكن معانا هنا ما شاء الله لو اشتغلتوا بالشكل الصحيح هتشوفوا الكتكوت بالمنظر ده في عمر اليوم الثاني. بصوا اهو، شايفين معدل التحويل يا جماعه؟ شايفين الكتكوت في اليوم الثامن ما شاء الله اهو، حاجة كده تفرح لو اشتغلته بشكل صحيح هتشوفوا المنظر ده. طيب اهم حاجة في دورة التسمين التدفية يا جماعة، التدفية حاجة مهمة جدا، والتهوية، التدفية والتهوية وجودة الكتكوت ونظافة المكان وجودة العلف اللي حضرتك بتشتغل بيه اضمن لك بإذن الله انها تطلع معاك دورة موفقة ان شاء الله. طيب تعالوا هنا كده لاخواتنا اللي بيقولوا عاوزين يشوفوا الحرارة بنشتغل ازاي. الحرارة هي يا جماعة دي دفاية كهرباء 4 شمع، في واحدة تانية جنبها ولكن احنا فاصلين واحدة بس لان درجة الحرارة كده تمام اهو. تعرفوا ازاي ان درجة الحرارة كويسة؟ هتلاقوا الكتاكيت بتاعتكم والمنظر ده منتشرة في كل مكان، مفيش فيها أي مشكلة خالص من بداية العمر لنهاية الدورة. طبعا على مدار الدورة بتوسعوا المكان على حسب العمر، كمان بتزودوا تهوية، كل الحاجات دي اتكلمنا فيها، وان شاء الله هعمل لكم حلقة مخصوصة على التهوية وعلى التدفية كمان. خلاص كده؟ طيب اخواتنا كمان اللي بيقولوا لي يا سمر هو ينفع ان احنا نربي السمان مع الكتاكيت؟ اه يا جماعه اخواتنا اللي كانوا متابعين معانا من بدايه الدوره هتبقوا عارفين احنا نزلنا الكتكوت السمان ده النهارده عمره 8 ايام بالمنظر ده، نزلناه مع الكتكوت الابيض واتحضن معاه في نفس المكان. واهو يا جماعه الكتكوت دلوقتي ما شاء الله هنوزنه برده وهنشوف الكتكوت الابيض في عمر 8 ايام هيبقى وزنه كام، وكتكوت السمان برده هيبقى وزنه كام في عمر 8 ايام اهو. اخواتنا اللي بيسالوني عاوزين كتكوت سمان متحضن يا جماعه، لو انتم محتاجين موجود عندنا الوقت ومتوفر عندنا كتكوت سمان متحضن باي كميه. خلاص كده؟ طيب تعالوا نرجع لموضوعنا النهارده وهو مضاد السموم. لو حضراتكم ملاحظين هتلاقوني معطشه الكتاكيت النهارده اليوم الثامن الصبح، يعني احنا حطينا لهم العلف فطره ولكن انا معطشاهم ليه؟ علشان احط لهم مضاد سموم النهارده، ومضاد السموم مهم قوي الوقت تحديدا. ليه؟ لان الاعلاف يا جماعه فيها الوقت سموم فطريه يعني مضيعه الدنيا. ليه؟ لان وقت ارتفاع الاعلاف كانت التجار كانوا بيخزنوا كميه علف بشكل رهيب، وبعد لما الدولار نزل والقصه اللي حضراتكم عارفينها دي بداوا ان هم يطلعوا الاعلاف اللي كانت مخزونه وبالتالي مسوسه. يا جماعه والله انا شفت علف مسوس يعني فيه سوس حي. الحاجات دي يا جماعه بتعمل سموم عاليه جدا، اهتموا ان انتوا تجيبوا شركه محترمه وشركه نظيفه، وكمان اهتم ان انت تشوف تاريخ الصلاحيه بتاعتها وتفتح العبوه قبل ما تتحرك من مكانك. خلاص كده؟ لان بيجي لك قصص كتير جدا على موضوع الاعلاف ده. طيب السموم العاليه بتعمل نافق، بتعمل سرقان في جسم الفراخ بتاعتك، بتعمل نافق عالي عندك قوي. خلاص كده؟ يبقى مهم ان احنا من اليوم الثامن في دوره التسمين بننزل مضاد السموم. تعالوا بقى نشوف النوع اللي احنا هننزله النهارده اهو. اهو يا جماعه هو ده النوع اللي انا بستخدمه، انتي دوت هناخد منه سنتي على كل لتر من الميه. خلاص كده؟ اهو انا هنا هحط طبعا بالبركه كده، انتوا عايروا اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب هبدا اقلب الميه دي وهوزعها في المكان. طيب المضاد السموم ده هنستخدمه قد ايه؟ اقول لكم حالا وهنوزن
الكتاكيت دي، ولكن بعد لما احط لهم الميه علشان الكتاكيت عشان زي ما حضراتكم شايفين كده. مهم قوي ترفعوا الفيديو بالصلاه على الحبيب مصطفى. مهم كمان ان انتم تحطوا لايكات كتير للفيديو علشان الناس تشوف الحاجه اللي احنا حطيناها النهارده. خليكم دايما فعالين في الخير. وزعنا كميه الميه اهو زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الكتاكيت علشان كانت عطشانه هتشرب اكبر كميه من الميه. طيب المضاد السموم هيفضل قد ايه قدام الكتاكيت؟ 12 ساعه يا جماعه. اليوم الثامن، اليوم التاسع ان شاء الله عندنا حاجه مهمه جدا هنحطها على العلب باذن الله، هتزود معانا الاوزان يعني بطريقه حلوه جدا. انتظروا الحلقه الجايه، حلقه مهمه ومفيده جدا لكل اخواتنا اللي سالونا على الحاجه اللي احنا هنتكلم عليها بكره ان شاء الله. خلاص كده. طيب مضاد السموم يا جماعه له بديل؟ اه له بديل. طيب ايه هو البديل؟ الخل يا جماعه، ولكن مع الاعداد الكبيره ما ينفعش ابدا. الخل هنا بينفع مع الاعداد الصغيره، يعني مثلا عندك 20 كتكوت، 30 كتكوت، 10 كتاكيت، 50 كتكوت، نقول اكتر حاجه اه تقدري ان انت تستخدمي الخل. طيب هتستخدميه قد ايه؟ هتستخدميه مره كل يوم من بعد اليوم الثامن، يعني سقوه. خلاص كده سقوه 12 ساعه كل يوم. طيب هتحطي قد ايه؟ هتحطي 10 سنتي على كل لتر، يعني 10 سنتي خل اللي هو الخل الابيض بتاعنا العادي، خل المطبخ اللي هو تركيز 5%، هتستخدميه كل يوم لنهايه الدوره سقوه واحده بس. خلاص كده. ولكن مع الاعداد الكبيره لا يا جماعه، لازم مضاد سموم، واهتموا جدا بجوده العلف اللي انتم بتشتغلوا بيه علشان ما يحصلش معاكم نافق وتلاقوا فيه زرقان في بطن الكتكوت، وتلاقوا فيه كمان انتفاخات واسهالات. بصوا مشاكل لا حصر لها من السموم اللي بتبقى في الاعلاف. خلاص كده. طيب تعالي نشوف الوزن النهارده في اليوم الثامن. يلا بينا. الميزان صفر اهو. طيب تعالوا بقى ناخد اي كتكوت كده من قدامنا. 360 او 355 جرام اهو في اليوم الثامن. هناخد واحد كمان. جينا هنجيب واحد ثاني. تلتمية خمسة وخمسين. هناخد واحد كمان برضو. ربعمية ما شاء الله، 400 جرام يا جماعة في اليوم الثامن. هناخد واحد كمان برضو. ربعمية وخمسة او 400 جرام ما شاء الله. شايفين الكتكوت يا جماعة في اليوم الثامن عامل ازاي؟ بصوا ده الكتكوت الروسي يا جماعة، ده كتكوت شركات، ده مش معامل او مش اهالي اهو. هو ده الجوده اللي انا بتكلم عليها يا جماعه. بتلاقوا الكتكوت بالمنظر ده في اليوم الثامن، 400 جرام او 405. هناخد واحد كمان برضو. 405 ما شاء الله. تعالوا بقى كده نشوف السمان، 90 جرام. هناخد واحد كمان برضو. 90 جرام يا جماعه في اليوم الثامن اهو. هو ده السمان البلدي، شايفين اهو ما شاء الله بيتربى مع اي نوع من الطيور، مفيش فيه اي مشكله خالص. 90 جرام في اليوم الثاني. ودي كانت الحلقه النهارده. استنونا بكره في حلقه جديده هنتكلم على حاجه طلبتوها مني، معظم متابعيني اتكلموا فيها وطلبوها مني، وبكره ان شاء الله هنتكلم عليها باذن الله. شكرا لكل اخواتنا من مصر، شكرا لكل اخواتنا من الدول العربيه، بحبكم جدا في الله. استنونا في حلقه جديده، اشوفكم تاني بالف صحه وخير.